السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية، وبعد إعلان الوزراء المشاركين في هذه الحكومة ما هي المهام المناطة بعملها من هذه الحكومة والأعمال التي ستقوم فيها في قطاع غزة. للحديث عن هذا الموضوع وأكثر نرحب هنا في ضيفنا في الاستوديو الأستاذ وليد العوض القيادي في حزب الشعب وعضو المجلس الوطني، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. يعني بداية، كيف تنظرون إلى تشكيل الوزارة الذي يعني تم اختياره للمشاركة في الحكومة الجديدة؟ الدكتور محمد الشتيخ. بداية يعني لابد من ملاحظة أن الظروف التي تشكلت فيها الحكومة كانت في غاية الصعوبة من حيث التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، من حيث استمرار مفاعيل الانقسام على الساحة الفلسطينية، من حيث تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مجمل الأراضي الفلسطينية. كل هذه الظروف حتمت أن تجرى يعني مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، الحكومة 18. وما من شك أن الفترة الزمنية المخصصة لتشكيل الحكومة استغرقت نقاشات واسعة ومطولة بين كل المكونات السياسية الفلسطينية، بما فيها يعني الحوارات التي أدارها رئيس الحكومة مع كافة الفصائل ومن ضمنها حزب الشعب الفلسطيني. ولا نخفي على أحد أن موافقة حزب الشعب على المشاركة في الحكومة رافقتها صعوبات شديدة، خاصة وأن حزب الشعب الفلسطيني لديه مطالب واضحة من أي حكومة فلسطينية جديدة بأن تتبع منهج مختلف عن مناهج الحكومات السابقة فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يتعلق بانحيازها لقطاعات الفقراء والمرأة والشباب والمزارعين، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي. لذلك أثناء إدارة هذا الحوار حددنا مجموعة من الأسس، أهمها أن لا تغلق هذه الحكومة الطريق نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ثانيا أن تتبع سياسة واضحة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن لا تتخذ أي إجراءات جديدة بحق قطاع غزة، وأن تعود عن الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومات السابقة، بالإضافة إلى ضرورة اعتمادها لسياسة اقتصادية واجتماعية تنحاز إلى الفقراء والفلاحين والكادحين والمرأة والشباب كما قلت، علاوة على وقف تغول الأجهزة الأمنية ووقف الانتهاكات التي يرزح تحت وطأتها المواطن الفلسطيني، وكما أشرت أيضا الذهاب لرفع مستوى الحد الأدنى للأجور والذهاب باتجاه قانون محدث للنظام الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي أدت إلى تجميد العمل بالضمان الاجتماعي السابق، علاوة على الدور السياسي الذي يجب أن تقوم به هذه الحكومة فيما يتعلق بالجوانب التي تخصها بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني. هذه الظروف كلها يعني طرحت أثناء مشاورات الحزب مع رئيس الحكومة، وأيضا طرحت مع الأطراف الفلسطينية كافة، انطلاقا من رؤيتنا أن الأزمة على الساحة الفلسطينية هي تتعدى تشكيل الحكومة، هي أشمل وأوسع بكثير. وبناء على توفر يعني الحد الأدنى من هذه الأسس، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بأغلبية بسيطة جدا يعني المشاركة في هذه الحكومة، وستتبع منهج الدفاع عن الحكومة عندما تصيب وانتقادها عندما تخطئ، ونحن في بصدد يعني العمل على تشكيل آلية لتفعيل الرقابة الشعبية على الحكومة، خاصة بعد أن جرى حل المجلس التشريعي وأصبحت الحكومة دون أي جهة رقابية. لذلك نحن نقول إذا كان التوازن السياسي طاغي على تشكيل هذه الحكومة، وإلى حد ما يعني التوازن الجغرافي، فهذه الحكومة بحاجة إلى جهود مضاعفة حتى تنال الثقة الشعبية، ونيلها للثقة الشعبية يمكن أن يعوض يعني هذا الاختلال الذي سبق وأنا أشرت له في هذا الجانب. نعم، يعني نحن لا نتحدث عن يعني لا نستطيع أن نقيم هذه الحكومة منذ بضع أيام من قيام بإعلان تشكيل الوزارة، ولكن بحكم الخبرة ونظرة مستقبلية على المشاركين في تشكيل هذه الحكومة، هل من الممكن أن يقوموا بأعمال
من شأنها نهوض في قطاع غزة وفلسطين بشكل كامل؟ يعني سبق وأنا أشرت يعني في مقابلة مع سبق عند بدء المشاورات تشكيل الحكومة للمواصفات الإيجابية لرئيس الحكومة. هو شخصية سياسية نشطة وأيضا شخصية اقتصادية ناجحة، وما سمعناه خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت تشكيل الحكومة دعني أقول يبعث جرعة من التفاؤل، سواء فيما يتعلق بالانزياح نحو المصالحة الفلسطينية، فيما يتعلق بالانزياح لرفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية، وأيضا فيما يتعلق برفع المعاناة المتوطنة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. أنا أقول أن يعني الوزارة التي أقسمت اليمين أمام الرئيس أبو مازن قبل 3 أيام في أيامها الأولى بعثت مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي لها علاقة بالتقشف، لها علاقة بالسياسة الاقتصادية، لها علاقة بالمصالحة، لها علاقة بقطاع غزة. أنا أعتقد هذه المؤشرات الإيجابية بحاجة إلى مزيد من الرقابة الشعبية والمتابعة الشعبية والمتابعة السياسية حتى تأخذ حيز التنفيذ. وفي هذا السياق أنا يعني استمعت بشكل جيد لخطاب رئيس الوزراء عندما قال أن من مهمات هذه الحكومة رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، وأنا كان لي تصريح بعد ذلك مباشرة أن رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة يتطلب القيام بخطوات ملموسة، وهذه الخطوات الملموسة عانى منها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الانقسام، عانى منها المواطنين الفلسطينيين منذ الانقسام وحتى اليوم، وتفاقمت منذ عام 2017. أولا الانتهاء من اعتماد موظفي عام 2005 بشكل كامل، ثانيا اعتماد شهداء عام 2014، ثالثا وقف التقاعد المالي، إعادة النظر بالسياسة التقاعدية، حل مشكلة البطالة الدائمة في المتراكمة منذ أكثر من 20 عاما. هذه القضايا الملموسة بالإضافة إلى صرف راتب كامل للموظفين بعد انتهاء أزمة المقاصة، أنا بعتقد هذه هي تعني بالنسبة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة أن الحكومة بصدد رفع المعاناة عنه. مع تفهمنا الكامل أن المرحلة الحالية هي مرحلة صدام مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقاصة، ولذلك نحن نقول يتم التعامل مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل كامل كما يتم التعامل مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، دون ربط ذلك بأهمية وضرورة إنهاء الانقسام. يجب أن لا يدفع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ثمن المماحكات والخلاف السياسي القائم، وعلى الحكومة أن تقوم كما قلت بمهمتين مباشرتين على المستوى الشعبي. أولا أن تعمل على ردم الهوة بين مجتمعين يتشكلان في الضفة الغربية، مجتمع يقوم على التحالف ما بين الشركات الكبرى ورأس المال والسلطة، والقطاع الواسع من المواطنين يعانون من دفع الضرائب، عليها أن تنحاز للفئات الوسطى باتجاه ردم هذه الهوة، وأن تردم الهوة المتفاقمة أيضا بين مجتمعين يتشكلان منذ 13 عاما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأنك بين محافظات لها ظروف أفضل إلى حد ما على المستوى المعيشي بالرغم من أنها في بؤرة الصدام مع الاحتلال، وأيضا بين مجتمع يئن تحت وطأة الحصار والانقسام، وبالتالي كلا المجتمعين بحاجة لأن يتم ردم الهوة الناشئة بينهما، وهذا يمكن أن يوفر الثقة الشعبية للحكومة ويجعل من القاعدة الاجتماعية للحكومة قاعدة أوسع، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الذي له الدور الرقابي في هذا السياق. من المبكر الحكم على أداء هذه الحكومة خلال هذا الأسبوع الأول من تشكيلها، لكن هذه الحكومة كما كل الحكومات السابقة يجب أن تكون تحت المجهر فيما يتعلق بمطالبتها بالاستمرار بواجباتها والتزاماتها، وفي قطاع غزة علينا أن نفتح الطريق نحو قيامها بمسؤولياتها وأن تبسط يعني مسؤولياتها حسب القانون الفلسطيني على مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث لا تتحول الحكومة إلى مجرد يعني مقدم للخدمات دون أن تكون لها مسؤوليات كاملة على مجمل الأراضي الفلسطينية. الحكومة عليها أن تقدم الخدمات دون انتقاص،
لكن يجب توفير الفرصة والمناخ لأن تتولى هذه الحكومة مسؤولياتها وأن تستعيد صلاحياتها، خاصة في الضفة الغربية من عدد كبير من الهيئات التي أصبحت بمثابة وزارات موازية، وأيضا في قطاع غزة. ونأمل أن يكون الانزياح الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن وعبر عنه الدكتور محمد شتية ووصول وفد لمصر من أجل تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة، نأمل أن يشكل ذلك جسرا لإنهاء الانقسام وأن تكون الحكومة حكومة تقوم بكل مسؤولياتها على مجمل الأراضي الفلسطينية. وإذا فتحت الآفاق بجدية نحو مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام، يمكن أن نذهب في أقرب فرصة إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك بها القوى التي ترغب بالمشاركة في تحمل العبء ومواجهة التحديات الكبيرة. نعم، يعني في ظل الإمكانات البسيطة للحكومة الفلسطينية الجديدة، كيف يمكن النهوض بالواقع الاقتصادي؟ ونحن نعلم أن الدكتور محمد شتية هو من أشخاص الذين يتمتعون بقوة اقتصادية كبيرة جدا، كيف يمكن أنا أقول أنه يعني الشعب الفلسطيني لا يطلب القمر، الشعب الفلسطيني يطلب العدالة. نعم، وبالتالي الموارد الممكنة والمتاحة عندما توزع بعدالة وشفافية بين كل المواطنين الفلسطينيين، أنا أعتقد تستطيع هذه الحكومة أن تحمل وتتحمل هذه الأعباء في ظل مواجهة يعني سياسة القرصنة الإسرائيلية الخاصة بالرواتب. وأنا أمل مزيد من يعني التكافل الفلسطيني الداخلي ومزيد من يعني الالتزام العربي بشبكة الأمان العربية، يمكن للحكومة أن تتحمل يعني هذه الأعباء. لكن شريطة قبولنا لهذه الحكومة ووقوفنا إلى جانبها أن تذهب الحكومة إلى مربع العدالة. نعم، إلى مربع الشفافية، إلى مربع التقشف الذي يجب أن يطول يعني الجميع، وأن يكون على ليس على حساب الغفير، بل أن يكون من أجل الغفير على حساب الوزير وغير ذلك. نعم، يعني الحكومة أطلقت مسمى على نفسها أنها حكومة الكل الفلسطيني، كيف تنظرون إلى هذا المسمى؟ هل هي فعليا احتوت الكل الفلسطيني أم لكم وجهة نظر أخرى في ذلك؟ يعني هذه الحكومة 18، الحكومات السابقة لم تكن حكومات تمثل فيها كل الفصائل الفلسطينية منذ الحكومة الأولى حتى هذه الحكومة. لكن الحكم على هذه الحكومة بأن يكون أداءها للكل الفلسطيني، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الحكومة للكل الفلسطيني بغض النظر عن وجود هذا الفصيل أو ذاك فيها. المهم أن تكون مخرجات هذه الحكومة وعمل هذه الحكومة في متناول كل الشعب الفلسطيني، وذلك يمكن أن يجعلها فعلا حكومة الكل الفلسطيني. يعني أخيرا، الحكومة ستمارس مهامها في قطاع غزة، وهناك يعني عدم مشاركة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في هذه الحكومة، ما هي رسالتكم لهؤلاء يعني من أجل تيسير يعني حتى عام 2006 لم تكن حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس والجبهة الشعبية ويعني قوى لها نظرة أيديولوجية في الحكومة، لم يكن مشاركات في الحكومة. نعم، أيضا في حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 الرفاق في الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي لم يشاركا من منطلقات سياسية وأيديولوجية. وبعد ذلك عندما يعني حدث الانقسام هناك قوى لم تشارك في حكومات الدكتور سلام فياض وأيضا حكومة الدكتور رامي حمد الله، ومن ضمنها نحن لم نشارك في هذه الحكومات. لكن أنا أعتقد قيام هذه الحكومة بمهماتها وواجباتها بشكل عادل وشامل وعام لكل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس يمكن أن يجعل الجميع يتفهمها، خاصة وأن خدمات ملموسة يعني يجب أن تقدمها الحكومة في قطاع غزة بالرغم من عدم وجودها بشكل كامل وفعلي في قطاع غزة، لكن هي مطالبة بموضوع الصحة، خاصة وأن الصحة الآن تعاني من أزمات كبرى فيما يتعلق بخدمات المستشفيات. هي مطلوب منها تتولى قضايا التعليم، مطلوب منها قضايا الشؤون الاجتماعية، مطلوب منها قضايا الكهرباء، كل القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني مطلوب من الحكومة القيام بها، بالإضافة إلى ما يجب أن تقوم به سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، والتي تقوم أيضا بجبايات وضرائب بأشكال مختلفة، جزء منها قانوني وجزء مش قانوني. وبالتالي الخدمات بالنسبة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن تكون من جهتين. نعم، سلطة الأمر الواقع التي تفرض الضرائب وتتحكم بمقاليد الأمور، وهذا يجب أن لا يعفيها من ضرورة يعني قيامها بالتزاماتها، وأيضا الحكومة الجديدة التي عليها واجب سياسي وأخلاقي ووطني فيما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ما نأمله، أن تقوم الحكومة بدورها الكامل لدى المواطن الفلسطيني لما تواجد سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في
مخيمات اللجوء. أشكرك جزيلا الأستاذ وليد العوض القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس الوطني. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. على أمل نلتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله.